قافلة التوعية حول أهمية السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك التي أطلقتها لجنة الدراسات والإعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ وصلت إلى مدينة كمرى حاضرة ولاية مندول. وبعد هذا الاستقبال الذي خصصه أبناء المنطقة للوفد الذي يقوده رئيس اللجنة حامد جيمنو جمعة، بشر الوفد في عقد سلسلة من اللقاءات. أولا توقف بمقر الحاكم قبل أن يتجه إلى ساحة بلدية كمرى التي اكتظت بالمناضلين كما هو في هذا المشهد. رئيس اللجنة المنظمة للحفل والأمين الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رحب بمجيء الوفد لتلخص بعدهم عضوة اللجنة ديلا لوسيين أهم مخرجات الحوار لأبناء مندول. مؤسس لجنة الدراسات والإعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ حامد جيمنو جمعة رحب بها فوات الاستقبال وقال إن الديمقراطية التي تتمتع بها البلاد يجب الحفاظ عليها ولا يتحقق ذلك إلا من خلال السلام. بارتي كفيكات يلي منا زيدا يمشي يوحي المواطنين كلهم في بقانون دا إلا ينبيز بس عشان دا ندور منكم كلام أنا آفي دا ناس اللماتو هني من الستة ديبارتمان والخمسة كومين أنا أرندسما أنا كومرا أمسو ودور رسالة دا للناس الماجو دا فهموا لهم عشان دا نعم خلاص انت بوخني. أنشطة متنوعة ولقاءات مختلفة شعارها السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك أقامتها بعثة لجنة الدراسات والإعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ بمندول استهدفت فيها جميع طبقات المجتمع قبل أن تتجه البعثة إلى المدينة الخضراء التي تعد سادس محطات الوفد.